أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي خصصتها قناتكم قناة المرقاب للفقيد الغالي عبد الله بن زوي بن المعمري غفر الله له ورحمه. معنا الناس المقربين له في الخوة، في رحلاته، في الناس الذين عاصروه، كبار الشعراء الذين عاصروه في حياته. معنا الشاعر الكبير عبد الله بن عون. ابو نايف مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير. يا هلا والله مرحبا، بيض الله وجهك على حضورك وعلى وفاك مع صديقك واخوك. يجمعكم على العز ويرحم الميت ويسلم الحي ان شاء الله. الله يطول عمرك ويجزاك خير. معنا كذلك الشاعر منيف الشويب، مساك الله بالخير ابو عبد الرحمن. الله يمسيك بالخير والصحه والعافيه. الله يطول عمرك ويحييك، وبيض الله وجهك على رفقتك وعلى اخوتك وعلى حضورك معنا. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك ويعطيكم الصحه ويرحم ان شاء الله الفقيد اللي فقدناه واللي خصصتوا له اللقاء، مشكورين على هالجهد. الله يجزاك خير اخوي ابو عبد. كذلك معنا الاستاذ مساعد المعمري ابو عبد العزيز، مساك الله بالخير. الله يمسيك بالرضا والعافيه. الله يحييك. من الناس المقربين لابو بندر، الله يغفر له ويرحمه. اي نعم طبعا. وراح ناخذ منك الكثير عن سيرته وعن حياته وعن الله يبارك فيك. والله يحييك. والله يحييك. مشكورين على تخصيص مثل هالحلقه، ونعتقد انها يعني رد بعض جميل لابو بندر على الساحه الشعريه والشعر. وبيض الله وجيهكم. ابو بندر الله يغفر له ركن من اركان هذه الساحه. نعم. ومهما سوينا له ما راح نوفي حقه. الله يرضى. الله يبارك فيك. كذلك معنا الشاعر فايز المازني، مساك الله بالخير يا ابو وليد. الله يمسيك بالخير يا اخ ثلاب، يطول عمرك ويسلمك. الله يحييك معنا يا ابوي في هالبرنامج اللي خصصته قناتكم قناه المرقاب للفقيد الغالي. الله يطول عمرك وتشكرون قناه المرقاب، نشكرهم على هالبادره الطيبه، وانت يا ثلاب اخ وافي، وابو بندر يستحق الكثير منا. نعم، قدم له الساحه الشعريه الكثير، وعسى الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله. الله يجزاك خير. كذلك معنا اخونا عبيد البدراني، ابو سامي مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير والنور ويا مرحبا. الله يحييك وبيض الله وجهك على حضورك معنا. الله يبارك فيك، وانا اشكرك يا ثلاب واشكر قناه المرقاب ودايم سباق العلوم الطيبه كلها. الله يطول عمرك. كذلك معنا الشاعر عبد الكريم البدراني، ابو بجاد مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور والسرور يا ابو سلمان، واشكركم على هالبادره الطيبه، وابو بندر اثرى الساحه ويستحق الكثير. الله يطول عمرك وبيض الله وجهك على حضورك، تكبدت على السفر وجيت من القصرين وحضرت معنا. حق واجب، الله يعافيك. بيض الله وجهك. كذلك معنا اخونا بندر بن حجاج، ابو حجاج مساك الله بالخير وبيض الله وجهك على حسن الاستقبال وعلى ترتيبك للحلقه وعلى وفائك مع الفقيد الغالي. الله عمرك، هذا قال واجب نقدمه، والشكر لكم يا المرقاب وعلى راسكم انت يا ثلاب ومدير القناه بندر عتيبي، وهذا الشيء ما يستغرب الله عليكم. ما عليكم زود، الله يطول عمرك. الله يرحمه بندر في اللي تجاوز. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. امين ان شاء الله. ابو نايف، بحكم علاقتك مع ابن زويبن، ابيك تحدثني عن ابو بندر الله يغفر له. اقول حنا في العشر الاخيره من رمضان. نعم. نطلب فيها الرحمه له. امين. والوالدين والجميع المسلمين. امين ان شاء الله. ابن زويبن الله يرحمه، أول ما عرفني عليه وصاحب فضل علي لها الحين الرجال هذا منيف. منيف الشويب. نعم. ونعم والله. اسمعني واحد من قصايده. قلت الرجال هذا موجود ولا ما هو موجود؟ قال لا موجود. سعى بيننا حتى اتصل بعضنا ببعض، عشنا أن وقت من الوقت ما يقارب 17 سنة، كانها 7 أيام. الله يرحمه. بن زويبن الله يرحمه من النوع اللي كل ما تطول معه تستمتع أكثر ويتجدد، تستمتع أكثر. نعم. وش نقول في زوي؟ الله يغفر له. جمعك معه كثير من المسجلات يا أبو نايف. سم؟ كثير من المسجلات بينه. والله جابيني بينه مسجلات، بس ما تحملها الليلة أعلمكم بها، بعدين أعلمكم بها مساعد. وفاك الله يطول عمرك. أبو نايف، بنظرك وش اللي كان يميز شعر بن زويبن عن غيره من الشعر؟ والله انا اشوف ان ابن زويبن ما اشعر منه في الساحه الموجوده احد، مع ان فيها شعار. نعم. اقول فيهم الخير، لكن يعني كأباخذ لي واحد من هالشعار ما بدي عليها احد. الله، وانا معترف فيه في القصيده اللي بيني وبينه. الله يرضى. ودي لو من قدرته واحل الله واشرك معه، لو سمه براضي مر اعتلى عني علامه الله، لا اظل عم اشوفه على غير متواضي. ما عليك زو. يعني ابن زويبن والله انا اشوف فيه شيء ما اشوفونه. من وفاك انا اشوف فيه شيء ما اشوفونه الشعار، ترى انتم اساتذتنا، انتم اساتذتنا. مو ان شاء الله يقلهم في معرفتهم، لكن الشاعر له نظره ثانيه في ال... انا
أنا أشوف زويب يبدأ بالقصيدة وينتهي ما 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 تقول ليت ترك البيت هذا ولا صحيح إيه كلها الله يرحمه الله يغفر له الله يغفر له خلي له إن شاء الله على خلفيته من يقوم بذكره آمين إن شاء الله الله آمين إن شاء الله الله يجزاك خير يطرح البركة في عياله وفي آمين جماعته الله يطول عمرك الله يطول عمرك يا ابو نايف وانتهى من الحقيقه الناس الاوفياء الناس اللي اخوته تنشر اخذت مع ابن زويب وقت طويل كان دائما ذكرك على لسانه وذكرك بالوفاء وعلوم الطيب وعلوم الريج الله يبيض وجهك الله يذيحه ويرحمه الله يجزاك خير علومه طيبه نرجع لاخوي منيف شوي ما غيري امين ان شاء الله ابو عبد الرحمن علاقتك مع شاعرنا الراحل عبد الله بن زويب الله يغفر له كانت وطيدة حدثني عن علاقتكم البداية بالنسبة لي بدايتي مع عبد الله بن زويب الله يرحمه يمكن لها حدود 15 سنة أو 16 سنة تقريبا وعن طريق مساعد بن ضيف الله الرجل الموجود نعم وبرضه مثل ما سمع بن عون قصيدة بن زويب ألقيتها في مجلس وسمع عنها بن عون وبحث عن بن زويب لأن قابله وتعرف عليه أنا سمعت القصيدة ألقاها علينا مساعد وحنا في مجلس وحقيقة يوم سمعت القصيدة وسمعت إعجاب الرياجيل وعجبنا بالقصيدة جدا تعرفت على مساعد في الجلسة هذيك وبعدين من خلال معرفتي على مساعد فترة طويلة عرفني مساعد على خاله عبد الله بن زويب رحمة الله عليه الله يغفر له رحلاتكم كيف كانت رحلاتكم كيف كان عبد الله بن زويب طول عمره السلامة بالنسبة للأشياء اللي أنا أشوفها في عبد الله يجيك على كل الاتجاهات اللي تحبها وترتاح لها نعم يجيك في مجال الفكاهة لو صدرك ضايق يوسع صدرك تجلس عنده وقت طويل ما تمله تخوي بالرحلة نفس الطريقة يروي من القصايد والمواقف القديمة ما هو مكتفي على شعره بس تكلم شعره نعم. يروي القصايد شعراء ناس لو شعر يعتبر يعني في المستوى الشعري ما هو على مستوى القوة لكن وفى منه يعلمك بالقصة ويعلمك بالقصيدة ويعلمك بالمواقف وهلا الموضوع هذا هذه حقيقه من الاشياء اللي عرفتها انا والكثير يعني فيها اسرار عند عبد الله بن زيد شيء اكتشفناه وطلع عليه وشيء يمكن ما اكتشفناه وطلع عليه لكن رجل مثل ما قلت لك لا تلحق له مدى ورجل تواضع هو اللي حبب الناس فيه وزين خلقه الله يغفر ذبته ومزحته مقبوله على الجميع حتى الرياجيل اللي ما يعرفون يعني تجي صيغه ذبه المزحه مقبوله ومعروف أنا من الرجل هذا أن هذا يمزح وأن هذا الكلام مزح إنسان متواضع إنسان متواضع إلى بعد الحدود والله يلبي الدعوات ويلبي يدعونه والله ما يتردد ولا يسأله اللي داعي من ضيوفك بعض الناس الحين اللي أبنه دعي ولا جت دعوة قالت من بيجيكم من بيجيك من طلع عبد الله بن زبن يلبي الدعوة ما يسأل عن أنا من اللي قدامه أبد يستجيب للدعوة هذا الرجل الله عفاه من شوفة هالنفس يعني حقيقة إلى بعد الحدود تواضع قابلناكم في كثير من رحلاتكم ومن العزائم اللي حضرتوها في منطقة القصيم في خارج مدينة الرياض أنت والمرحوم وأبو نايف الحقيقة الرحلات طلعت مع ابن زويب وابن عون يمكن ثلاث رحلات اللي طلعناها سوا نعم منها رحلتين للسبيع في رماح وراء رماح ماجد العجواني نعم ومجموعة الحواتن غان ما عرفنا عليهم وابن عون وطلعنا يمكن لهم رحلتين وطلعنا رحلة لبدر الحويفي الله يرحمه الله في القصيم ورحلة بدر الحويفي كانت ممتعة لأنها طويلة لأنها وقتها طويل نعم. فاتفقنا على الطلعة وكان قال الموعد عند ابن عون الساعة واحدة بعد صلاة الظهر نجتمع عند ابن عون فمرني في البيت وطلعت معها على موتر رحمة الله عليه ومشينا وجينا ابن عون ولقينا قهوة جاهزة وتقهوينا قال الغداء قلنا الغداء بالطريق ومشينا وعلى فيح العتش نعم ونزلنا في المطعم فيح العتش وسبقنا ابن عون وحط له 500 ريال على الطاولة الكوينتر حق نعم وتغدينا الغداء الطيب وجلسنا نسولف لين اذن العصر واحنا في المطعم وصلينا العصر ثم مشينا وكان عبد الله اخذ معه زمزميات عبد الله بن زويب من زمزميات قهوة وشاهي نعم. شايلها معه في السيارة اللي يسوق من بني اخي من عيال اخوة بن عون والله ما يحضرني اسمه الولد يمكن اسمه ما ادري والله سلطان الله يحفظه ويسعد مساه
ومشينا. وبن عون قال لي يا بن زويب اركب قدام، قال لا والله ما اركب قدام ابد. قال بن عون اركب شوي قدام، قلت والله عاد ما صارت، ابي تركبون وانا بركب قدام، هذه والله ما صارت. المهم مشينا، عند ما اخذنا الخط عصريه ومستانسين متوجهين لبدر الحويفي، جلس بن عون يجر له جينيات، جلس طال عمرك يرفع بهالصوت، وعجبنا وهضنا مع اللحن ومع القصيده ومع الكلمات ومع فحاولنا ان نجاري اللحن وان نشيل معه شيء من اللحن. حاولت انا وحاول ابن زويبن كلنا حاولنا نسوي. ما اذكر شيء من الابيات اللي كان يشيلها ابو نايف. لا ما اذكر انا من القصيده اللي بيت ابيات عاديه بعضها قصيده يقول بعضها له وبعضها ما هو زينها ابو بندر الله يرحمه زينها بقصيده وبداها ومشينا. والله طال عمرك وصلنا الحويفي، وصلنا الرس قدام المغرب. شو احنا واصلينه برضه فيه نقطة، والنقطة أم سدرة عطونا مخالفة، سلطان الله يهديه وفقه يمكن نزود السرعة شوي، والقصيدة أصلا ذكرتها والسلطان أخذ لها قسيمة عليها. ما توسط له أبو نايف ولا أبو عن إيش؟ عن القسيمة. لا لا أي، بس أنا نزلت وقالوا لا تنزل، لا تروح لا تروح لا قالوا تروح الولد ولدنا قالوا لا تروح المرة. هل المهم وصلنا عند الحويفي واستمتعنا بالرحلة عند الحويفي رحمة الله عليه، الرجل اللي لأنه قال يقول من كلماته الدارجة، يقول رجلا تعدى 80 لا تشرهون عليه لو جاء منه تقصير، هو بعيد عن التقصير رحمة الله عليه. الله يغفر له. أي والله. واستأنسنا واستمتعنا لين الساعة 12 بالليل، جينا بعد قبل المغرب وحنا عنده إلى الساعة 12 من الليل، ومنها توجهنا ومشينا وصلينا الفجر وحنا داخلين الرياض. وبعدها بحوالي 5 أيام 6 أيام ولا والله درت التليفون يدق، ولا التليفون من تليفون ثابت وله من منطقة الغربية، ولا والله هنا بن عون شوي بشونك طيب. قلت ابو نايف انت وين؟ قال رايح لجدة مع عزبي، رايح لجدة. انت سمعت المجنون هذا وش هو قايل؟ والله يوم قالها انا قدر بن عون واغليه واجد، ولا بيصير له شيء من هاللي متطفل على بن عون ومزعل بن عون في هالكلام في وجهة نظري. قلت من هو؟ والله ما عندي خبر، ما ادري والله من هو. قال ابن زويبن. قلت لا، ابن زويبن قابلين جنة ما يحتاج. وش هو قايل؟ قال اسمع، انا سمعني القصيدة البارح وسألتك انت سمعتها شوي؟ وقال لا ما سمعتها شوي، وقلت خلها انا اللي بسمع، وسجلتها وعانها عندي، ويقدر يسردها علي بن عون على بيت بيت. واذكر ان انا وياه ضحكنا على هاك العصرية على هالقصيدة، يقول عاد بن زويبن والله اخوك اني ماني بحافظ حتى القصيدة كاملة، لكن بعجن لكم بالابيات اللي انا حافظ. لان تحافظ منها منها. يقول مشينا من العارض على صافي المطور، نهار السفر من لا يدنيه مدن، عسى الله يعديها العواكيس والعثور، بنا يا ابو سلمان منعوب ومعن عزمنا وحنا من محبه وطيب شعوب على هالحرير اضعف سلوكه، يجرنا يسوق صبي من عتيبها طويل شبو يطف المواتر كلهن ما يطوفن، وعلى بابها وعلى بابها ليمن وعلى الباب ليمن شاعر عتيبها المشهور بن عون في طروق هالمنفرد غنى، وانا وشوي من حسب ان اللحن مكسور نقول عدل الطروق وثر البلاء منا غريب علينا لهجيني ولا مجرور، وقعد نغرد خارج السرب لهن على الدبك مثل مستجدين بالطب، وعقب شفنا وتعبنا وهونا، وقعد نعاين بالمبيرات والديكور تقول في شيء بالغمارة مهونا، لأن نسرة الموجة للباب ومريدة وسكان المليدة على يمنى لقينا جسور تنطمع بطون جسور، على واحد منهن على الرس مينا ولقينا الحوية في بواتس عند باب السوق، مطحنا كلمة مرحبا حين حولنا يقبل ويدفي وتقول مسح شعشح وعده بالترحيب، يا كنا وعلينا عياله يدرجون اشقرن مذعوب، راح المداخن كل لحظه يمرنا وسولفنا، وجال القصايد دور وسمعنا طرايف شعرهم، وسمعوا منا قلطنا على السفره عسى خيرهم مكثور، وكنا من سمعنا الفاطيح الينا سمحنا، وعودنا على المجلس المعموم وجلسنا ساعتين سولف ساعتين ساعتين وتسهلنا لهنا يوم انجلع عنا لهنا، وجينا يوم شعشع شع عنه شع عنه شعشع شون الظلام انجلى عنه، شع والظلام انجلى عنه، ونبيها زيارة دائمة كل 6 شهور يزورونا ونزورهم ونزورهم سانا، خلنا الأيام لو ما هي دائم فرح وسرو تعشة محمد والصحابة ما هو حنا، يقول أخلاوي قبلنا بالمثل بعصور نعد الليالي والليالي يعد الله 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 يغفر له الله يغفر له، بيض الله وجهك على حفظها، بيض الله وجهك. الأستاذ مساعد المعمري أبو عبد العزيز، بحكم
علاقتك الوطيدة مع خالك المغفور له بزوي بإذن الله، بداية الشهرية، حدثني عن بداية الشهرية. خالي الله يرحمه بدأ الشعر في مرحلة مبكرة، نعم، ولكن كانت المنابر الإعلامية قليلة، كثير من الناس يعتقد ان عبد الله بن زويبن انه ما نبغ في الشعر الا في فترة متأخرة، وهذا غير صحيح، يقصد من عمر متقدم، يمكن عمر 9 سنوات اول قصيدة له. فيما بعد يعني انتشر عبد الله بن زويبن، انتشر قصيدة عن طريق المجالس مثل ما تفضل ابو عبد الرحمن، تدولوه الرواه وأهل الشعر الحقيقي، وأهل الشعر الحقيقي اللي يقدرون الشعر مثل أبو نايف والحاضرين يوم سمعهم القصيد بحثوا عنه، هم اللي يقدرون الشعر. يعني إذا كان الإعلام صراحة أجحف بحقه وظلم عبد الله بن زويبن ومثله من المواهب النادرة، أهل الشعر الحقيقي اللي يقدرون الشعر الحقيقي هم اللي بحثوا صحيح. عن عبد الله بن زويبن صحيح. فعبد الله بن زويبن ما بحث عن الإعلام، الإعلام في الأخير هو اللي بحث عن عبد الله بن زويبن. ولو عبد الله بن زويبن لحق الانفتاح الإعلامي الآن وتعدد وسائل الإعلام من تويتر وغيرها، كان ظهوره راح يكون يعني متقدم جدا، راح يكون وحتى يعني أنا أتصور أن حتى تجربته الشعرية ممكن تختلف. صحيح. إيه نعم. لكن إذا نتكلم عن أذكر له قطع الوالدك، جتني قصايد بن زويبن، جمعت القصائد اللي جتني مع الشاعر حماد البشري ومجموعة الشعراء الموجودين عندنا في الساحة هناك، جمعتها وحطيتها في دفتر سلك وقمت أوزع الدفتر على أقول شوف الشاعر هذا صحيح. هذا الشعر الصحيح صحيح. وحفظت الكثير من قصائدها القديمة. بالنسبة الحقيقة الجماعة تكلموا عن يعني الصفات الشخصية لعبد الله بن زويبن، أنا ما راح أقول الكلمة الدارجة اللي دائما تردد إن شاهدتي فيه مجروحة، شاهدتي فيه مي مجروحة، لأن الكلام اللي بقوله وأقوله للإعلام وأقوله أمام الناس يعني أمانة، وأنا ما أرضى على نفسي أني أكذب في شيء ولا أني بزيف حقيقة ولا أني أجامل. صحيح. عبد الله بن زويبن عرف بالصراحة والصدق والالتزام بالقيم. عبد الله بن زويبن في شعره دائما حث على الصفات النبيلة مثل الشجاعة والكرم، تنظر المفردات اللي تتكرر عند عبد الله بن زويبن كلها تحث على الكرم. كان يعني من ضمن الأمثلة اللي اليوم أنا أتذكرها من شعره، يعلي من قيمة الكرم وينظر بشمئزاز مثل للمقابل البخل، لما يقول هيضتني يذخر من يذبح الكوم في ساعة فيها البخيل مهزوم، يقلط هو تسنه على الوجه مرثوم يطيح وجهه معوجي هرخومي. تلاحظ في الشمئزازه من 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 البخل في صفات بياته كلها تحث على حتى التفكر في الحياة، لما يقول ما راح من دنيا الفنا بلف طقاق العمر سلفة ولا وادم طرازي. اليوم أنا لما أنظر أبغى شيء عزيني عن خالي، ما أجد أحسن من شعره. صحيح. شعر لما يقول كم من مريض يعيش الشهور وسنين، كم من صحيح الرقد والنومة النومة، لهو بسطلة قارب ومدويني ما ينفعونه بشيء اليد أنا يومه، إلى آخرها من الأبيات. عبد الله بن زويبن إذا أنا بتحدث مثل عن صفاته الشخصية، الجميع متفقين على تواضعه، الجميع متفقين على أن الله سبحانه وتعالى منحه صفة خفة الدم وخفة النفس. عبد الله بن زويبن مزحه مقبول وكل يحبه. القصيدة اللي ذكرها قبل شوي أبو عبد الرحمن يتكلم عن أنه وأبو عبد الرحمن أنهم ما ضبطوا واللحن مع بن عون، وأنه يقول ويعلق على نفسه من باب المتاعبة. نعم. أنا وشوي بنحسب أن اللحن مكسور، هم يعرفون أنهم هم مكسور. نعم. بس بيحط في نفسه. إيه نعم. بقينا نعايم في البيرات والديكور تقول في الشيء فقم رمه. نعم. هذا معقول. لأننا نسافنا نصف الموج إلى البابور، عاد شوف وين جاك العلم. برايده وسكن المليدة على يمنا، ولقينا جسور تنطوي في بطون جسور على واحد منها على الرسمية. اي نعم. ايضا عبد الله بن زويبن انا اعتقد يعني اذا تكلمنا عن الصفات الشخصية ممكن طول الحديث، لكن في شعره عبد الله بن زويبن موهبة نادرة. عبد الله بن زويبن تميز بشعر في بجزالة المفردة، والكلمة اللي يضعها عبد الله في بيته مستحيل انك تاخذها وتحط كلمة احسن منها تحطها. نعم. نعم. يوظف الكلمات بشكل مذهل جدا،
عبد الله بن زويب لما يغوص على المعاني، يتعمق في المعاني، في قصيدته فيها تسلسل منطقي مثل نعم. القصيده اللي ذكروا الجماعه قبل شوي، يصف لك الرحله وكل بيت يجرك للي بعده، يعني حتى للي بالنسبه للرواه. واليوم كثير من روح ما يجد اي صعوبه في حفظ شعر عبد الله بن زويبه لسلاسته لعذوبته للتسلسل المنطقي اللي فيه. ولذلك انا اعتقد ان عبد الله بن زويبه اعطي سيروره الشعر. اليوم رواه عبد الله بن زويبه ما هو بس منيف الشويب ولا مساعد ولا فلان، الجميع يروي شعر عبد الله بن زويبه. بنسالك عن بدايه ظهوره اعلاميا، هو كان طبعا عسكري. اي نعم كان عسكري. اي نعم عبد الله بن زويبن كان في عسكري في الحرس الوطني. نعم. اي نعم. تفرغ للشعر والاعلام ولا لا؟ لا عبد الله ما كان لا تفرغ للاعلام، وحتى لا بحث وراه ولا كان عنده هوس الشهره والظهور، ما كان يعنيه الشيء هذا. نعم. اي نعم. لكن الاعلام هو اللي بحث عنه. صحيح، الاعلام هو اللي بحث عنه في مرحله متاخره بعد ما اشتهر عبد الله بن زويبن عند رواه الشعر، عند المهتمين بالشعر، عند يعني اقدر اقول اعلام الشعراء مثل ابو نايف اللي يقدرون الكلمه الجزله واللي يبحثون عن الشعر الحقيقي. نعم. طيب نسمع القصيده اللي قلت. يقول هذه قصيده لعبد الله بن زويبن وطنيه، يقول ببدأ بذكر الله وحيد الربوبية، هو الواحد المعبود والناس له عباد، هو الواحد اللي منفرد بالعبودية، هو الخالق الرازق، هو المانع المداد لأمة محمد في ثوابه رجوية، صدوق الوعد يوعد ولا يخلف الميعاد، على التايبين يتوب ويبدل السيئة نهار الحساب، وللطواغيت بالمرساه تخاضع ملائكة السماء حذر كرسيه تحت عرشها العالي، يخرون للسجاة تحت عظمة السبع السماوات مبنية ومهد سبع الأراضي وخلى الجبال أوتاد، هو المنفرد بالمعجزات الإلهية، برات النبي يوسف بهلهم صبي مهاد، وقلب قدم جمع المشركين العصا حية تحدى بها موسى، هل السحر والإلحاد وأنا في رجع عفوه برفع الهيدية، هو اللي تزود بطلبته هيبة الشحادة بنخاه واخلص له بالأعمال والنية، وعلى كل مبدي به من القول ذسره بادة ببدأ بذكره وانظم بيوت شعرية جزيلات معنى ما ينقدهن النقاد، قاعد بذكر لهن منهم تواريخ هجرية، نهار الخميس اثنين ثاني شهور جماد سنة 21 بعد 400 على الالف هجري عام 2000 للميلاد، تهي الضمير في قصيدة وطنية، بمدح بلادي منبع الجود والأجواد، بلدنا السعودية وحنا سعودية، أعز العرب حنا ونسكن بعز بلاد، مقر الديانة والكرم والشهامية، بهالجود أمانة عند الأحفاد للأجداد، الأمجاد عليا والمناظر حضارية، ومعاخر بنا تبقى صروح الجدود، اجداد بحرها جواهر والاراضي زراعيه، ثمرها ييبس الثمر يتعب الحصاد، ولها باخر العالم مراكز تجاريه تبادل بضائع بين تصدير واستيراد، على العدل مبنيه والاحكام شرعيه، وجميع الاوامر ساميه، والسيوف احداد سيوف تقص بها ايدينا الحرميه، على سنه الهادي وتعلن على الاشهاد، ووزارات عدل وجامعات اسلاميه ومكاتب ارشاديه للافتاء وللارشاد، ساجد بكل رقى الخدمات محضية، على مستوى عالي من البني والسجاد، بها كل يوم تقام ندوات دينية، مع اللي تعب العلم لين استفاد وفادوا، بها جامعات رئيسية وفرعية، بها من رجال العلم والمعرفة رواد توجه لها الطلاب بعد الثانوية، الأبواب مفتوحة لهم والعدد يزداد، بها كم وكم مستشفيات حكومية لشد الظروف مجهزة بأفضل استعداد، ومراكز عناية والطب استشارية والأعمار عند الله ويفعل بها مراد، يدوم الكريم ولا تدوم البشرية، هالأعمار مثل الثمرة اللي لها جداد وعلى كل حد وحد قوات برية، كتايب مشاهم كملة في عدد واعتاد، محدث سلاح الجو وسطول بحرية تضافر بها قدرات الأفراد والقياد، عن الدين وحدود البلاد انتحارية، تحت راية الله في رجا فوز واستشهاد، تحت ظل أبو فيصل نعيش برفاهية، ملكنا الحكيم اللي على كل حاكم زاد، تفاخر بفعله كل دولة عربية، طويل الذراع اللي هزم طاغية بغداد، وقف للإعداد والحدود الخليجية، وقف موقف ما يقف طارق ابن زياد، تلود بذرة شخصيتك كل شخصية، ويلين القساء اللي براس السطر وعناد، لها المعرفة والجود والحكم جدية، حفيد الرجال اللي لهم بس أنا مشداد، حفيد الأمة خامسة للملوكية، صوري منجد اللي تحاشى
الله ملغداده المدة تنجز له عطف محنية وهل سطوة تزعد صغلي يعيل قعاد بها عدل وصدام من غطر ستغيه بها نزلوا عجلان عقب حكم الساد على ديرة النهبة وهل هجلوية عقب يوم نبشر جاهدوا فيها شد جهاد ولكن وراها شدرة السيف محنية على جنب شبل يحتزم به بدون غماد عن أخبارها يفرح اليشاف طرقية ويعاف المنام ويرق الداف يلمرقاد وعلى المعتدي رد المتسايل مثنية يدور الزمن واللي يصيد الفود يصاد عن المنصب العالي نزل أسفل الغية كالطير جثمانه ولبسا انساه إحداد عقب ما تغرب جاه والجية هالجية يبوج الخرايم فوق عوص النضاء وجياد ركايب عمانية وخيل صويتية نسبها معرب من قديم الزمان اتلاد عرايب وصايل المغاوير منزية عليهن عيال يشبعون الخصيم وطراد نوادر صواري من أجد والشلف هندية على الطعن بالمبرد مرحفنا الحداد وبنادق محشر والدخيرة فرنجية تطش الضريبة بين لمحة وسحب زناد يبون الرياض من الحدود الكويتية على اللي يقف تزيد البعيد بعاد يحدونهم بالعود عن بارد الفية على رقرق لو تطبخ الزاد فوق جاد نوازي حجرية وكثبان رملية عليها السراب اشهب مثل صالي الوقاد عليه نشون بشهب القيض مطوية تقارع يبوس ولبق بالمزاهب زادوا على هيت وردا بين مان وخطرية الأعداء عديدة والمناهل لها والراد نقلت الحقايق من بيوت ابن فضلية للأحداث مسند مثل ما للحديث اسنان الأعمار مجلوبة والأمجاد مشرية حياة فخر ولا مراحل بلا معواد على القصر صكة وتالي الليل رجلية على كل عاير من جميع الجهات أفراد تخطوا حصونه والحراسات الأمنية توخى الحذر من الحذر بالقدر ما فاد بطش به بشلف تفرق الحي من حيه ونظر لخوياه وقال اللي بجنبه ناد ترى الحكم لله ثم حكم البلد لي تميل الحمول وتعتدل والحقوق تعاد وبقت راية التوحيد والدار محمية يهم العدو فيها ويرجع جريح فؤاد ذكرت الحقايق مثل موحيت مروية بها من فعلها كل محل ذسر إيشاد وأنا شاعر مبدع معنى وقفية هسوق المعاني سوق وانقدتها تنقاد وأنا مفتخر بالشعر هو يفتخر فيها هشيد ابناه اللي هدم صرح الهداد وصل مقامه للنجوم الفضائية وعطر حروفه من ورود الشذا والكاد أحب العلوم الناضجة ومجنية وللموهبة واجد ومن فيه جود جاد أعرف إن قبل جملة الطرق ممشية وللحق تعطى حقها بالوفاء وتزاد وأنا الشاعر العاقل يبي يعترف لي وأنا معترف باللي مع الحصن يصل الماء ترى لي يبي يطمع بحق العرب عيه يقول المثل من قالك يدرج عليك وسلامتكم الله يغفر الله يغفر هذه ما سمعتها منه صحيح الله يغفر مبطية هذه على وقت فهد أي نعم طال عمرك أبو نايف كم بيت هذه فوق المية والله حول أبو نايف أبو نايف من أعمدة الساحة الشعرية ومن ركائزها الأساسية الساحة الشعرية في الآونة الأخيرة تعرضت لكثير من الإصابات اللي ممكن تضر الساحة منها وفاة بن زويبن ووفاة بدر الحويفي ورشيد الزلامي وبن جدلان كيف ترى حال الساحة أبو والله أرى حال الساحة أبو خير فيها شعار واللي راحوا يرحمهم الله واللي وراهم إن شاء الله يحلون محلهم لكن تأثير وفاة هذا التأثير موجود التأثير الوقت الحاضر موجود لكن إن شاء الله أن الله يغيره بشيء أنا في قصيدتي مرثيتي في المرحوم أقول الله يعوضنا بمثله ابن ابناه ظنها فينا تخف الأصابة إن شاء الله أن الله يعوضنا فيهم مثلهم إن شاء الله. تبي تسمع على المرثية ولا نبغى قدرين وضعك يا أبو نايف. والله ما أقدر أتحملها الحين عندك من المرثية أنا في القوم هذا. الله يطول عمرك أنا والله. الله يطول عمرك. محبة العبد الله يطول من وفاء. وتلبيت لدعوتكم من وفاء. الشيء اللي يم عبد الله لو مشي رجلي أبجيه. الله يطول عمرك. الله يرحم. الله يطول. نعم. خل مساعد يعطينا خل مساعد يعطينا من أبو حضورك. رسب لي. قصيدة عبد الله بن زويبن الله يرحمه. بعبد الله بن عون الله يبقيه يقول يا راس بلي ما يكد المشاوير ولا شالبه راع المواشي شعيره مقاضي المنزل لها موتر غير بالبايسه مثل السلاح
بجفيرهم وقف التقدير مهوب توفير يا طرالي طاري قمت اديره افحص على الماطور وافحص على القير وعلى كفراته وحالة سبيره ليشتغل قامت تهدر المواصير هدير هرشن مزفيله مزيره شرشوح ذودا فيه حيل ومعشير يحدهن عن وادي فيه ليره وينفخ الهاتن سنها دندن زير يبي يعزز هيبته فيه ديره ومع الخرايم سن عجه معصيره وجرياح الذاريات المثيره اللي طير بشرة الارض تطير لفحه نسمها مثل لفحه السعيره صيفيه تشوي نبات العثامير القاع ينشف من هواها غديره تسوق بوش الباديه والمظاهير من المنادي للعدود الغزيره يمشي من العارض مقر المشاهير نطحت السايد صقور الجزيره لينجلى وجه الدجه وابصر الطير وقم يتلذع واستعد المطيره يطلع من الديره قبل زحمه السير وينسف على يمناه قريه عشيره يمشي عدال الملتقى الوشم بسدير ايسر مغيب الشمس وجهه مسيره ملفاه من يصرف لها النعم تكرير اللي حله بين الرياجيل سيره عبد الله النايف الساد الشواعير هذا يسند له وذا يستشيره ولينها مرب متعبات التفاكير لولاه غالي صابني منه غيره يقطف بيوت الشعر قط فن ووير من وادي ما ولعت فيه نيره نبين زوره في مقيض المغاتير الليل يا جاهن تريح ضميره ما هو بشاويني رب القرازير ما يزن يلا كل وضحا نظيره ما هن هدايا من مواطن ولا مير ما فوقها غير الحلق مستديره تلاد من وقت العصور المدابير بين القبائل سامعتها شهيره من دون هالروسان يوم المغاوير ترخي مصارع كل قبن ظهيره هنا طحون مرملين الغنادير لجت بهم صم الحوافر مغيره حقبه طمع فيهم تضيج المعابير من لم تنع منهم ويواجه مصيره تضوي على بيت تجي هالمسايير على الجوب الشهب من كل ديره من كل فج وصوب مثل المداوير اللي تلاشم بالسنين الاخيره وقت مضى فوق الموارد طوابير كل ينشد عن وسيمه بعيره ما عمرها باتت ادلاله مهاجير مدهل وملفه للوجيه السفيره ويهرج خدرها للذوق تخدير سوال في ذربه ولاهي تثيره ما هو من اللي هرجته مالها نير تمل منها الناس لو هي قصيره اللي يحضر للجمف ميت ثراثير تصيبهم من هيبته قشعريره يصير للجلسه مهابه وتقدير واللي يحضر لو انها عند غيره واللي كرم ما يذبح الا ولا الضير اللي سنامه نابين عن حصيره والطيب من شانه اكبر المخاسير صغار عنده للحظوظ الكبيره ويصعب على الانذال لو هم هوامير ويسهل على الاجواد لو هو فقيره. سلامتك الله يرحمه يستاهل ابن عون يستاهل حقيقه يستاهلون الروسان اي والله يستاهل الله يستاهل ابو نايف. ارجع لاخوي فايز المازني ابو وليد. يا مرحبا حياك الله. الله يبارك فيك. قبل كل شيء والله اني كلمات الشكر صراحه تعجز عن شكر ابو نايف. يستاهل. ورجالنا بيض الله وجهه وفى مع ابو بندر حي وميت والليل اكرمنا في حضوره مع انه ظرفها الصحي ومقدرين لكل شيء ونسال الله له طولة العمر. آمين. وصلاح النية والذرية إن شاء الله. لا يخلينا من اللي مثله شرواه. إيه نعم. وخليهم لنا. وهو ما يستغرب عليها العلم الغانم هم نعم. الداعمين بالعلوم الطيبة كلها. نعم. بيض الله وجهه ابو نايف. عام 22 تجاورت أنا وأبو عبد العزيز مساعد يوم يقول يا جارة أجيلك على رجلي ماني محتاج سيارة. وقام يجيب قصايد عبد الله بن زويبن وقلت أنت غالي وزاد غلاك. بدأت معرفتنا مع أبو بندر من ذيك السنين. وش نقول عن أبو بندر؟ أبو بندر صراحة مدرسة في الشعر وفي المرجلة وفي الكرم في العلوم الطيبة كلها وكان يوجهنا ويدعمنا بكل شيء. نعم. وعلم غانم. طيب نبي نسمع أبو. أنا رثيته في أبيات. نعم. يقول يا بن زويبن عجز ترثيك في كم بيت الشعر تنه بعد معلن رحيلك رحل ولا انت لو مت في طيب الفعايل حييت رجال طيب ولك قيمه وشاعر فحل سميت بالشعر يوم انك بجزله سميت وخلدت وخلدك من فوق كوكب زحل سميت بالشعر يوم انك بجزله سميت وخلدت وخلدك من فوق كوكب زحل رويت عطش الادب يومك وردت ورويت عبر 30 عام ومنها لك ما ضحل رحيلك بكام حبينك ومنه بكيت والشعر يبكي على فراقك وعظمه نحل لكن مدامك عن الدنيا وهلها مشيت يعللك في جنان الخلد دار ومحل. القصيدة الثانية
مرسلها رجل، وابو بندر كان يوجهه وكان يدعمه وكان يشيد فيه في اكثر من مكان. نعم. اللي هو محمد المازني. نعم. ارسل القصيده هذه، وعسى الله يرحم ابو بندر ويتغمده برحمته. الله يرحمه ان شاء الله. يقول: جاني خبر موتك وانا في ساحة البيت الحرام، ودعيت لك من كل قلبي بين زمزم والحطيم، وقت الغروب بساعة الافطار من بين الزحام، ودعتك الرب الغفور المعطي العفو الكريم. ودي بتوديعك لكن الوقت ما جالي تمام، قدام مثواك الاخير اللي بمقبرة النسيم، الحقت نفسي يوم ما جيتك وودعتك ملام، لكن عزايب دعوتي مع صوت ماهر والشريم، يا صاحبي واستاذي المعروف مرفوع المقام، يا بن زويب مصدر الحكمة وقاموس الحكيم، عساك من يشمله قول ادخلوها في سلام، وتعبر عبور الريح من فوق الصراط المستقيم. آمين آمين إن شاء الله. عساك من يشمله قول ادخلوها في سلام، وتعبر عبور الريح من فوق الصراط المستقيم، الشعر من بعدك بكى قدام يبكون الأنام، ما هو معيد في نهار العيد بالشكل السليم، أجل ما كنت الشاعر اللي حط له نهج ونظام، وعجز بهالمبدع قبل لا يعجز أفكار الغشيم، لك أفضلية بابتكاراتك وبصمة واهتمام، ومن طيب شعرك مالك مقلد ولا قدمك خصيم، قصايدك لمرة الإسماع ما فيها كلام، تمر ما بين السموع وتنزل بوسط الصميم، تبي تكرر وتتجدد كل يوم وكل عام، ما مثلهم في وقتنا الحالي جديد ولا قديم، تبي تكرر وتتجدد كل يوم وكل عام، ما مثلهم في وقتنا الحالي جديد ولا قديم، بالمدح ولا الاجتماعيات ولا بالغرام، وفي مجمل أغراض القصيدة أنت العلم وأنت الزعيم، تبقى سوات المشعل اللي يفضح جناح الظلام، على سنا ضوه يطير الطير بالليل البهيم، كم ميت ينسى على نهايات تسليم الإمام، وكم حي مثل الميت اللي راحت عظامه رميم، كم ميت ينسى على نهايات تسليم الإمام، وكم حي مثل الميت اللي راحت عظامه رميم، ولا أنت حي وميت، ولا انت حي وميت، اسمك منزله راس السلام، رحلت ما رسمك يا ابو بندر على الدنيا مقيم، وبالمرجله وافي ولك بين الرياجيل احترام، لغبت جابوا سيرتك عطره وبحضورك حشيم، الله يغفر لك وينزلك بمقامات الكرام، حقك علينا بدع الرحمه، حقك علينا بدعة بالرحمة وربك رحيم، والكلم هل تسبق العبرة على مسك الختام، وتارد على عوج الضلوع وبالضماير تستديم، عسى الذي اختارك بيوم من أيام الصيام، ما يحرمك من ماضي صيامك وجنات النعيم. صح لسانك بيض الله وجهك. أنا الحقيقة في سويت ثمة اللي على 10 بيات واللي على 15 بيت، ولا من هنا اللي أرضتني. نعم. ولا من هنا اللي ولا عجزت سرتي الله يغفر. واحدة من هنا أقول: وفجعتي ولوعتي وعناي، وحزن يلي يكف يا الإنس والجن، مصدوم مذهول ومظلم سماية، من مصيبة مع المصايب يهون عزلها، انك ضايع الفكر تايه، اللي تبى القلب الكسير ايتي يقن، مكسور قلبي مثل كسر المراية، ولي ثلاث ايام لجلس ولكن حفيت خدودي من سعاير بساية، هون وجاوب من الحزن من ون، من فقد خالي وابن عمي لرأي ريف الضيوف مدمر الهيل، والبن هدمت يا هدام صفع ضدايا، هل لهم روس العادي يخضعا، وخت من تسند عليها شكاية، هم ظن به مخاب لف الزمن ظن، طاحت لنا من نايد الحيد راية، في هالبيارز والجموع تقدم. هذا اللي في بالي من الله يكون له صح لسانك، والله يجبر عزانا وعزاكم ان شاء الله بواحد من الابناء ان شاء الله. الله يطول عمرك عليكم ان شاء الله. وانت مثل ما قلت ابو نايف، هو بكل شيء يصلح ابو نايف، عندك انت تقول عندك ضيوف وعندك نبي كلمه اخيره يا ابو نايف قبل الفاصل، لان الجزء الثاني ما راح تكون معنا بحكم ان موجود معك ضيوف. بيض الله وجهك على حضورك، ومقدرين حضورك ومقدرين مشاعرك النبيله، ولا سالناك حتى عن القصايد، ولا سالناك عن، لان ملاحظين التاثير عليك ابو نايف، وهذا من وفاك الله يطول عمرك. اللي بيني وبينه موجوده. نعم. وعسى الله يخلي لنا مساعد. وراوي أثره يوم أنه حي، يوم أنه بزويب حي، ويوم أنه مات.
ماني بالله. الله يبيض وجهك على حضوركم. مقدرين مشاعرك يا ابو نايف، انت ابو الجميع، وحضورك معنا الله يخليك من وفاك ومن طيبك ومن غلاء عبد الله عندك الله يغفر له. اشكر القائمين على القناه، فتحت الفرصه لنا نتذاكر زميلنا وندعي له بالرحمه في هالعشرة الاخيره. نعم. اللي ان شاء الله انها تقبل دعواتنا له والوالدين والاخوان المسلمين ان شاء الله. واستودعكم الله، والسلام عليكم. الله يحييك، بيض الله وجهك يا ابو نايف، بيض الله وجهك. فاصل ثم نواصل مشاهدينا الكرام.